السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم إخواني الأعزاء في هذا الفيديو الجديد على قناة الهاوي المتخصصة في تربية الطيور، مع تقديم حبوب النيجر لظاهر الحسون. وسوف أذكر لكم بعض المعلومات المهمة عن هذه الحبوب وفوائد بذور النيجر الحسون. إليك أخي الكريم بعض المعلومات عنها. إن حبوب النيجر مفيدة للحسون وبعض الطيور الأخرى مثل الكناري، وفوائدها تتمثل فيما يلي: إن حبوب النيجر هي أسهل أنواع الحبوب للكسر وهضم من طرف الطائر خاصة الفراخ منها، وإن حبوب النيجر محبوبة جدا تقريبا لجميع أنواع الطيور الزينة، الطيور البرية المغردة وخاصة الكناري والحسون، وفوائدها كثيرة ومتعددة ونذكر لكم منها على سبيل المثال: فهي غنية بالكالوري وغنية من ناحية الدهون والزيوت وغنية بالبروتينات وغنية كذلك بالحوامض، ولها نسبة كبيرة من الكالسيوم وغنية بالفسفور. وإن حبوب النيجر كما لها فوائد كذلك لها سلبيات، فحذاري ثم حذاري إعطاء النيجر سادة أي وحدها، فهي تضر في بعض الأحيان في صحة الطائر بالكبد وتتسبب بتشحيم الطائر، فلا بد أن تعطي الحبوب مع خليط من أنواع الحبوب الأخرى. لأن حبوب النيجر مفيدة كثيرة في فصل الشتاء، لأنها تعمل على زيادة الحرارة في جسم الحسون أو أي أنواع طائر. وحبوب النيجر حبوب غنية بفيتامين إي لزيادة الخصوبة، وتستخدم في خلطة حبوب الحسون والكناري خصوصا في موسم الإنتاج، وبالإمكان استنبات البذور لتزداد فائدتها. وحبوب النيجر من أنواع الحبوب التي يعشقها طائر الكناري أيضا، وهي أول بذرة يبحث عنها الطائر في الخلطة ويلتهمها من الخلطة، إلى درجة أن الدول الأوروبية يضيفون النيجر إلى أي غذاء جديد يقدمونه للطيور، وجميع أنواع الأغذية المصنعة والتي تحتوي على خلطات من فيتامينات وبروتينات، ويضيفون النيجر عليها حتى يتأكدون أن الطائر سوف يقدم على تناولها، لأنه عندما يرى حبوب النيجر لا يستطيع مقاومة هذه الخلطة. وبذور النيجر تحتوي على نسبة عالية من الزيوت والطاقة المهمة جدا للفراخ الصغيرة في موسم التزاوج، وكذلك عندما تبدأ الفراخ في الاعتماد على نفسها يقدمون على النيجر لسهولة كسرها، ولما تحتويه من بروتين ونشا وزيوت ومعادن. وتضاف بذور النيجر لخلطة البذور بكمية قليلة جدا في فصل الصيف، وتزيد في فصل الشتاء بمعدل 100 إلى 200 جرام لكيلو الفلارس أو البريجا. وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، ولا تنسوا المشاركة لتعم الفائدة على الجميع. ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو ولا تنسوا إخواني الكرام الاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس إشعارات القناة حتى يصل إليكم جديدنا في كل ما يخص تربية جميع أنواع طيور الزينة وفيما يخص جميع أنواع الطيور البرية المغردة. ولا تنسوا الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك، وسوف تجدون جميع الروابط الخاصة بالتواصل معنا في الوصف أسفل الفيديو. ولمن لديه أي سؤال أو استفسار يمكنه وضعه في التعليقات أسفل الفيديو. ولا تنسونا من صالح دعائكم، دمتم في حفظ الله تعالى ورعايته، وشكرا لكم لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.